شكرا للكابتن هيثم السعيد وشكرا لكل ضيوفه الكرام الكابتن احمد زكريا والكابتن محمد صلاح والكابتن محمود رؤوف والكابتن محمد كتاب. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، محدثكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي لنهائي بطولة الأندية الإفريقية الأبطال للدوري للرجال والمقامة على صالة الملك عبد الله الفيصل. مباراة أكثر من قوية ومهمة جدا لكلا الفريقين. هل سيحقق النادي الأهلي اللقب الـ16 إن شاء الله في النسخة الـ45 من بطولة إفريقيا أم مولدية بوسالم؟ أي هنشوف هيعمل ايه بعد ما شاهدنا العام الماضي من فوزه على نادي الزمالك وتحقيقه اللقب الافريقي. النادي الاهلي طبعا المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو المدير الفني للنادي الاهلي، ومحمد السيد قدامنا المدرب العام، ومحمد الحسيني مدرب الفريق، عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، احمد اسامه اداري، شادي فهيم محلل تقني، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، اسلام موسى اخصائي العلاج الطبيعي، واسامه طعيمه اخصائي تاهيل، ومحمد شهير مدلك الفريق، شريف صلاح اخصائي اللياقه البدنيه. قدامنا طبعا قائمه النادي الاهلي، يوسف الصافي رقم 1، عبد الله عبد السلام رقم 2، عبد الحليم فهيم عبو رقم 3، احمد صلاح رقم 4، حمادة عثمان رقم 5، محمد رمضان رقم 7، عبد الرحمن الحسيني 8، محمد عصران 9، الكوبي يوندر جارسيا رقم 11، حسام يوسف رقم 12، سيف عابد رقم 14، عبد الرحمن سعودي رقم 15، محمد عبد المحسن 16، احمد عزب رقم 22. وايضا في الناحيه الاخرى قائمه فريق مولوديه بوسالم، سامر حمزاوي ليبرو رقم 1، نبيل عزوزي رقم 3 معد الفريق، محمد خليل رقم 6 لاعب مركز 3، شكري العرفاوي رقم 7 كابتن الفريق، اسامه الزوابي رقم 8 اوبزيت، وامير عبد العزيز رقم 9، وائل الغليبي رقم 10، بالكحله رقم 11، وسيمون كوسيري وداء المحترف الكيني رقم 12، ريان بوحامد رقم 13، محمد امين شيخي رقم 16، وصيف الكوربي رقم 17، ومحمد امين رقم 20 ليبرو تاني، ومدير الفني انور ترجي. طبعا قدامنا كلا الفريقين بيصطفوا في حضور مهم وقوي لكلا الفريقين، في حضور بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الادارة، واشادة بالتنظيم الناجح داخل صالة النادي الاهلي ودعمهم الواضح في مجال العاب الصالة، وطبعا كل ده من خلال المديرين الفنيين الاجانب الموجودين واللي بيحاولوا ان شاء الله باذن الله يقدموا يعني اكثر ما لديهم من كرة طائرة حديثة في مجال لعبة الكرة الطائرة. شاهدنا قدامنا المهندس طبعا ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، وقدامنا ده رئيس الاتحاد التونسي الجديد السيد مجيد، وأعضاء مجلس الإدارة والاتحاد، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا في المقدمة، بيحاولوا إن هم يشجعوا كلا الفريقين في حضور جماهيري أكثر من رائع. يعني بنشاهد وكما شاهدنا وعودنا النادي الأهلي دايما مسيرة من العطاء وتكريم لعظماء الكرة الطائرة في مصر من لاعبين كبار السن أو المعتزلين خلال بطولة أفريقيا. شاهدنا ملحمة من العطاء وملحمة من الإنجازات وملحمة من التكريمات لكل اللعيبة اللي كانوا موجودين خلال هذه البطولة، لفتة تحسب يعني للنادي الأهلي طبعا والاتحاد الأفريقي ولكل محبي وألعاب الصالة. كل فريق دلوقتي بيحاول ان هو قدامنا اهو الاتحاد الافريقي، السيده بشرى بتحاول ان هي تسلم على كلا المديرين الفنيين والجهاز الفني، وطبعا اسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره الموجودين داخل الصاله المغطاه بيشيدوا بالتنظيم الجيد من خلال الاعاشه ومن خلال اللجان الموجوده داخل بطولة افريقيا، حاجه
بصراحة 10 على 10. وطبعا لا ننسى ان احنا بنتكلم على نهلة سامح مديرة البطولة وقد ايه كان ليها مجهود في التنظيم والنشاط الرياضي اللي موجود داخل النادي الاهلي، وتدعيم كل ما يطلبه الجهاز الفني للعبة الكرة الطائرة. صورة جماعية بتجمع كل جهاز الكرة الطائرة وكل الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري والاتحاد التونسي قدامنا، كلهم هم في صورة جميلة، وايضا هيكون في صورة تذكارية اخرى لمولدية بوسالم. وكله طبعا بينتظر بداية التشكيل وبداية بدء المباراة، ولكن احنا لازم نشوف قد ايه النادي الاهلي هيفاجئنا مستر فرناندو مونزو، وخصوصا ان هو طوال البطوله ما بيشكلش تشكيل، ما بيثبتش تشكيل ثابت، بالعكس كان متغير، وكان عنده من اللعيبه اللي يقدروا يلعبوا في اي وقت ويقدروا يعملوا فارق. النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطولات، ما عندوش لعيب او اتنين بيعتمد عليه، لا ده عنده مجموعه من اللعيبه 14 لاعب متواجدين داخل صفوف النادي الاهلي. وشايفين طبعا قدامكم الجماهير بتحاول ان هي تؤازر فريقها ان شاء الله باذن الله في مباراه تبقى قويه وجيده. وفرناندو مونزو قدامنا بنشوف العدد من الجماهير ده، طبعا حاجه يعني فعلا اكثر من رائعه، وخصوصا في بدايه اللقاء قدامنا كل فرقه هتبتدي من خلال ما شاهدنا ومن خلال اللعيبه. وانا شايف عصران موجود النهارده اهو، كان متعصر المباراه اللي قبل الماضيه ولكن متواجد. هنشوف مين اللي هيبتدي بيه فرناندو مونزو قدامنا. طبعا بدا بقائمه مولوديه بوسالم، وابتدى باللاعب رقم محمد خليل سنتر بلوك المولوديه، واللاعب رقم 11 بالكحله، وقدامنا رقم 17 اللاعب وصيف كوربي اللاعب السنتر بلوك الاخر، وعنده طبعا سيمون كوسيري اللاعب الكيني، وقدامنا احمد صلاح، وقدامنا حماده عثمان، وقدامنا طبعا اللاعب عصران اهو قدامنا، وعبد الرحمن سعودي، واحمد عزب، وكله طبعا مستعد وتركيز وجهاز فني. شايفين يعني في وقفه جميله ما بين الجهاز وما بين اللعيبه والقايمه، وفي تشجيع، وكلهم ان شاء الله يقدروا ان هم ينطعونا النهارده في السهره الكرويه الجميله بقياده احمد صلاح وعبد الله عبد السلام وباقي اللعيبه. توجيهات كده من اللعيبه قدامنا داخل الملعب، وكله بيحاول ان هو يركز في بدايه اللقاء. لقاء نهائي بطوله افريقيا ما بين النادي الاهلي المصري ومولوديه بوسالم التونسي، في وجود يعني نخبه من اللاعبين داخل صفوف النادي الاهلي، واضحين طبعا بادي بيهم فرناندو مونزو من بدايه اللقاء، وتركيز واضح على وجوه لاعبي النادي الاهلي. بينزل ويستأذن للنزول يوندر جارسيا الحكم الدولي الجزائري معمر الكعبوبي، شفناه طبعا من الحكام الدوليين اخطاء قليله، نتمنى ان شاء الله باذن الله. وطبعا قدامنا سيد مدير النشاط خالد العوضي واعضاء مجلس الاداره وكل محبي الكره الطائره، كلهم ملتفين لتشجيع الفريق وحثهم ان شاء الله باذن الله
لأداء ومباراة قوية على صالة النادي الأهلي، مهمة جدا لإن شاء الله بإذن الله لقب ال 16 وكأس العالم للأندية بإذن الله. مؤهلة بإذن الله لكأس العالم للأندية، ويبقى كده سواء الباسكت أو هاندبول أو كرة الطايرة بإذن الله. بداية اللقاء وعبد الله عبد السلام وإرسال قوي واستقبال وكرة بتترفع وسريعة وتفنس والأجمل من عبد الله، وكرة من أحمد صلاح بيشوطها بقوة من مركز اتنين ولكن بتيجي خارج الملعب. قدامنا الكيني اهو، وقدامنا طبعا حوائط الصد متقفله بشكل جيد، والمره دي عصران بيحط كوره في ايد حوائط الصد وخارج الملعب، لعبها كده بتركيز على التاتش خارج الملعب. محمد عصران، قدامنا احمد عزب ايضا، عصران ارسال وارسال قوي واستقبال وكره سريعه بتتشاط من نص الملعب من اللاعب بالكحله بيشوطها كده. بدايه انور تريجي بيحاول ان هو يلعب من نص الملعب، استقبال عصران وعبد الرحمن سعودي بيشوط كره قويه وبترجع تاني، والمره دي طبعا حائط صد مكون من احمد صلاح وعبد الله عبد واحمد صلاح واللاعب حماده عثمان، ومقفلين الملعب بشكل جيد جدا، ما يقدرش يعمل لها حاجه لاعب مركز اربعه. ارسال وعبد الرحمن وكره جايه وبتتشط بقوه من مركز اتنين خارج الملعب من اللاعب سيمون كوسيري اهو. وتاني عبد الرحمن سعودي، ثلاثة الاهلي اتنين مولودية. ارسال عبد الرحمن سعودي لعثماني وكرة تانية، عثماني بيشوطها بقوة ولكن خارج الملعب. شايفين ارسال قوي وثلاثه حوائط صد مقفلين الملعب على عثماني بيشوطها خارج الملعب بعيده عن ايد حوائط الصد احمد عزب وحماده عثمان واحمد صلاح. اربعه الاهلي اثنين مولوديه ابو سالم. عبد الرحمن سعودي واستقبال كده اي كلام، وجايه كوره اوت اوف سيستم وبترجع تاني، وعبد الله عبد السلام بيطلع ديفنس وبتتحط سهله من احمد صلاح، والليبرو بيجيبها سامي وكره ثانيه، ولكن حوائط الصد قافله بشكل جيد، وكره قويه جدا بتتشاط من اللاعب سيميون، ولكن ديفنس طلع الكره عصران اهو، ولكن كره صعبه انها تطلع. ثلاثه ابو سالم، اربعه النادي الاهلي، وعزب بيضرب كره قويه جدا، وشايفين الرضا طبعا من المقصوره وتسقيف احمد عزب بيشوط كره قويه من جنب ايد سيميون وداخل الملعب. خمسه الاهلي ثلاثه مولوديه ابو سالم. واحمد صلاح ارسال قوي صلاح وبيعدي كوره، وكوره جايه مظبوطه وبترجع، وابو سالم بيشوط كوره وبتيجي طبعا في الديفنس صلاح وخارج الملعب. سيميون لاعب بصراحه مستواه قوي وجامبو، بياخد الكوره من نقطه عاليه وارسال خارج الملعب. ستة النادي الأهلي، أربعة مولودية أبو سالم. وقدامنا المدير الفني فرناندو مونزو، وأول لفة بيكتب ملحوظاته. ستة أربعة، عزب على الإرسال أحمد عزب،
وارسال واستقبال وكره سريعه وبترجع تاني وكره تانيه وصلاح بيسقط كره بترجع وكره اوت اوف سيستم وبتشاط ولكن ما بتجيش في حوائط الصد من اللاعب سيميون كوسيري اللاعب الاوبزيت الكيني في صفوف مولوديه ابو سالم. سبعه الاهلي اربعه مولوديه ابو سالم. احمد عزب على الارسال. ارسال قوي وسريع وكوره جايه سهله وبترجع في ملعب النادي الاهلي وكوره ثانيه قويه جدا بيشوطها عصران بسنجل بلوك عبد الله عبد السلام مطلعه بشكل رائع بتتضرب بقوه من جنب ايد اللاعب شكري العرفاوي معد فريق بوسالم. تايم اوت بيجري طبعا انور تويجري بعد فرق اربع نقاط ما بين النادي الاهلي ومولوديه بوسالم وجماهير الاهلي مشتعله في المدرجات بيشجعوا فرقتهم بقوه. دي الروح اللي احنا معتادينها على جماهيرنا ومحبي العاب الصالات. فرناندو بيتكلم مع عصران في التايم اوت مهم. بينسق معاه. عزب على الارسال، ارسال قوي خارج الملعب. خمسة مولودية أبو سالم، ثمانية النادي الأهلي، وعلى الإرسال اللاعب عثماني لاعب مركز أربعة داخل صفوف مولودية أبو سالم. إرسال وفي الشبكة. إرسال طبعا إرسالات أبو سالم ما فيهاش ريسك، بيعدي الإرسال بس لغاية دلوقتي. ده خامس إرسال بيتلعب ما فيش إرسال اتلعب بريسك زي ما شفنا عصران وعزب وعبد الرحمن سعودي وحماده عثمان. اهو ارسال واستقبال، اهي كوره جايه وبتتشاط بقوه من اللاعب الكيني المحترف في صفوف مولوديه ابو سالم سيميون، ولكن حوائط صد. هي دي الملحوظات اللي اتكلم فيها المدير الفني في حوائط الصد بالنسبه لعصران. قافل الملعب بشكل جيد جدا في التايم اوت اللي فات. اخر واحد اتكلم معاه المدير الفني الاسباني هو محمد عصران، وكان حائط صد قوي جدا من عصران. ارسال طبعا حماده عثمان خارج الملعب. سته مولوديه ابو سالم، عشره النادي الاهلي. تشجيع حار من مدرجات النادي الاهلي. وارسال وارسال خارج الملعب طبعا ما فيهوش ريسك وكرة سهلة. عايز يحطها في الملعب اللاعب محمد خليل لاعب مركز ثلاثة، ولكن تطلع منه خارج الملعب. عبد الله عبد السلام وإرسال قوي ومميز واستقبال وكرة قوية بيشوطها اللاعب بن كحلة من مركز أربعة من جنب إيد حوائط الصد. أهو و بتيجي جنب محمد رمضان الليبرو واستقبال من عصران، وتاني عصران بيشوط كرة قوية وسامي الحمزاوي بيطلع ديفنس وبترجع تاني صفوف الأهلي، وكرة تانية من أحمد صلاح وديفنس ولا أجمل، وكرة تالتة لأحمد صلاح قوية المرة دي، وسامي الحمزاوي بيرفع كرة وكرة تانية بشوطها سيميوني وأحمد مصمم وعصران وكرة بيشوطها اللاعب عبد الرحمن سعودي بقوة من نص الملعب بيزقها له جميلة جدا عبد الله عبد السلام. ملهاش ديفنس
والحمزاوي قدامنا اهو بيضحك ومش طايلها. 12 الاهلي، 7 مولوديه ابو سالم. ومحمد عصران على الارسال. سبايك سيرف من اعلى، ارسال وبيسقط كوره وبترجع تاني، والكيني بيجيبها، وعبد الله بتفنس ولا اجمل، وبيرجع احمد صلاح بيشوط كوره قويه جدا، ولكن الحكم الثاني قال في لمس شباك على اللاعب وصيف كوربي. اهو واضحه. 13 الاهلي، 7 مولوديه ابو سالم. وفي توجيهات كده في الارسال هيتلعب على مين، والسكرين معمول بشكل جيد من نادي الاهلي، وارسال قوي المره دي، في ريسك من عصران خارج الملعب. بالكحلة على الارسال، ارسال واستقبال من جارسيا، وكره تانية قويه من صلاح بيحطها له عبد الله عبد السلام، سريعه جدا بيشوطها في الزاويه، ما يقدرش يوصل له اصلا وصيف، بعيد عنه اهو وهو لسه على الارض، كان صلاح شاط الكره وخلص ونزل. 14 الاهلي، 8 ابو سالم. عبد الرحمن سعودي على الارسال واستقبال من حمزاوي، وكره قويه سريعه بيشوطها وصيف كوربي من مركز ثلاثة من جنب ايد حمادة عثمان. عبد الرحمن سعودي، وتوجيهات الارسال مهمة جدا، وتغيير بيطلع عثماني وبينزل. قدامنا اللاعب أسامة الزوابي، وكرة تانية، وصلاح بيحط كرة سريعة جدا من جنب ايد أسامة الزوابي بسرعة البرق، اهو قبل ما يحاول السنتر بلوك النادي ابو سالم يوصل له كان شايط الكرة ونازل. عبد الله عبد السلام ما شاء الله سرع الملعب في شوط اول قوي، وارسال قوي من احمد صلاح المعتاد، وكوره جايه سهله وبتيجي من سته وبتتشاط، ولكن من عصران في نت الشبكه، معلش، معموله بشكل ممتاز. بينزل المعد نبيل عزوزي وبيطلع المعد كابتن الفريق شكري العرفاوي. اهو قدامنا العزوزي وسيميون، وارسال قوي وتاني ارسال خارج الملعب. هو الوحيد اللي بيلعب ارسال بريسك، ولكن تاني ارسال ليه خارج الملعب. احمد عزب، ارسال عزب واستقبال وكره سريعه وبتتحط قويه بتتشاط من اللاعب اسامه الزوابي من جنب ايد حوائط الصد. وداخل الملعب ارسال بيتحط خارج الملعب. ارسالات كتيره ضايعه من مولوديه ابو سالم، وضغط من الناحيه الثانيه بارسالات الاهلي بشكل رائع من لاعبي النادي الاهلي، وتغيير بيطلع حماده عثماني وبينزل عبد الرحمن الحسيني يلعب ارسال
إرسالات عبد الرحمن الحسيني مميزة. قدامنا 17 الأهلي 11 مولودية أبو سالم. المقصورة الرئيسية مكتظة ب وكرة سريعة بيشوطها محمد خليل من جنب ايد حوائط الصد وبتنزل في الملعب اهو، واخدها سريعة بعيدة عن الشبكة، وعصران مش قافل مع عبد الرحمن قوي، وكرة وارسال واستقبال وكرة تانية، وعصران بيشوط كرة بقوة وبترجع بتفنس وبتتقلب لسيميون، وكالمعتاد بيحط كرة قوية من جنب ايد حوائط الصد في مركز ما بين 5 و6، بيجيد الضرب في هذا المكان من مركز 1. تايم اوت بيجريه المدير الفني الاسباني مستر فرناندو مونزو عشان يقدر يضيق الفارق، بعد ما كان 17-11 بقى 17-13 في خطأين، وهيتكلم تاني في حوائط الصد تقفل اني مكان، والديفنس هيقف في اني مكان، والعلاقه ما بينهم ايه؟ طبعا بيقول له سيب كرة واحدة مسافة ما بين الأنتنة وحائط الصد، ما تسيبش كورتين عشان يقدر يقفل مكان معين والديفنس يقفل مكان آخر. ده طبعا توجيهات وتعليمات في وقت مهم جدا، وخصوصا واحنا عدينا منتصف الشوط الأول، استقبال عزب وكورة، وعصران بيشوط كورة قوية ولكن بتلمس أرض الملعب بحائط صد قوي من اللاعب نبيل عزوزي واللاعب وصيف قربي، وما زال الإرسال مع اللاعب محمد خليل، إرسال واستقبال وكورة، وصلاح المرة دي المتألق بيشوط كورة في إيد بالكحلة، ووصيف قربي سريعة جدا في حوائط الصد وخارج الملعب. 18 الاهلي 14 مولوديه ابو سالم. يلا يا عبد الله، عبد السلام، ارسال قوي وكوره اوت اوف سيستم، وثلاثه حائط صد وبتتسقط، وعبد الله بيرجع تاني وبيشوطها فيرست على طول احمد عزب، وبترجع تاني وبتتشاط من اللاعب بالكحله. طبعا شايفين مفيش قوة هجومية قوي، ولكن بيحط الكورة في أماكن أهو بخبرة. طبعا الأعمار 30-31 سنة، تعتبر مولودية أبو سالم أغلب اللعيبة اللي جوه الملعب، وعصران بيشوط كورة قوية بتيجي في إيد وصيف كوردي وخارج الملعب من كورة مرفوعة أوت أوف سيستم جميلة لعصران في مركز 2. 19 الاهلي 15 مولوديه ابو سالم. وعصران وارسال قوي وكره بتعدي، ولكن في كلام طبعا عشان الكره عدت، ومعد الفريق نبيل عزوزي هو اهي، بصوا الكره عدت اهو، جايبها من جوه، هو اللي جايب شبكه واضحه جدا اهو، ولكن معمر الكعيوبي اعتقد ان هو ما شافهاش كويس، حسبها طبعا على النادي الاهلي، ولكن واضحه جدا، وده مشكله الفيديو تشالنج، لو موجود هيظهر الكوره ديت وسعودي وكوره تانيه، والمره دي وعزب طبعا بكوره قويه متشاطه من فوق حوائط الصد اهي. سبستيتيوشن باي الاهلي، بلاير نمبر 8 اوت، نمبر 5 ان،
بيرجع التغييرة تاني المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو، وبيطلع عبد الرحمن الحسيني وبينزل مكانه حمادة عثمان. وطبعا الكرة اللي فاتت اشعلت المدرجات وكانت ظاهرة جدا للخطأ من اللاعب نبيل عزوزي معد فريق بوسالم، وكرة بتترفع والمرة دي سيميون، ولكن ديفنس من عبد الرحمن ممتاز، والمرة دي احمد صلاح خد الكرة من عبد الله حطها في نص الملعب بسهولة شديدة وخبرة السنين. اهو عبد الله لحقها بالعافية، اداها له قال له اعمل اللي انت عايزه، راح حاططها في نص الملعب بمزاجه وبراحته قدام نبيل عزوزي وما يعمل لهاش حاجه. عبد الرحمن سعودي وارسال قوي وكره ثانيه وبترجع وتفنس ولا اجمل، وحماده بيرجع كره بجر وبيعديها صلاح، وبترجع ثاني وبتتشاط وديفنس وبترجع، والمره دي كره من فوق حوائط الصدر قويه بيحطها عزب تاتش في ايد حوائط الصد وخارج الملعب بشكل رائع. 22 الاهلي 16 مولوديه ابو سالم. واعتراض من بالكحله وبيحاولوا، ولكن طبعا هيحاول يغير، نزل طبعا عثماني تاني اهو اللاعب مركز اربعه، وارسال وكوره سريعه بيشوطها وصيف قربي من جنب ايد حماد عثمان بقوه. واعتراض كده من شكري العرفاوي مش عارف على ايه. وصيف كوربي وارسال واستقبال سهل وبيرجع، وكره قويه من حماده وبترجع تاني، واحمد صلاح المره دي بحائط صدر يعني كره رفعها له يندر جارسيا. ١٨ مولودية أبو سالم، ٢٢ النادي الأهلي. وصيف كوربي على الإرسال، إرسال وصيف واستقبال وكرة بتترفع، وعزب بيشوط كرة قوية وحوائط صد متقفلة في كورتين مهمين. محطوطين طبعا تايم اوت، اعتقد هيجري المدير الفني للنادي الاهلي طبعا علشان ينظم الصفوف، وخصوصا ثلاث نقط مهمين جدا علشان ينتهي الشوط الاول. طبعا مولوديه ابو سالم فرقه بتلعب على تقليل الاخطاء بكل ما اوتت من قوه، ولكن فرق معاهم ارسالات في الاول ضايعه، ما بيحاولش يعمل ريسك في اي حاجه، بيحط الكوره سهله سواء من اربعه في خمسه او في ايد حوائط الصدر وخارج الملعب. ده اللي احنا شايفينه، مفيش غير اللاعب سيميون كريسي الكيني هو اللي بيحط كوره بارسال قوي وكوره قويه وصلاح وكوره ثانيه وحائط صد قوي، ولكن بتيجي في ايد حمادة عثمان وداخل الملعب، وقدامنا اهو هو اللي بيشوط بس سيميون. 20 مولوديه ابو سالم، وارسال ضايع من مولوديه ابو سالم، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، ارسالات كتيره بتضيع في اوقات
بتبقى مهمة، وبيغير المدير الفني الاسباني، بيطلع عبد الله عبد السلام وبينزل حسام يوسف. احمد صلاح على الارسال، ارسال قوي واستقبال، واحمد مفاتيح اللعب رجعت تاني لصفوف النادي الاهلي. ارسالات قويه من عصران وعزب وصلاح وعبد الله، هم اللي عملوا الفارق. 24 الاهلي 20، مولودية ابو سالم، ونقطه على شوط اول في المباراه النهائيه لبطولة الأندية الإفريقية الأبطال. لعبوا بريسك ولا هيمشي ايده؟ لا لعبوا بريسك طبعا طبعا. سيميون ولعيب طبعا أضاع أكتر من إرسال، هنشوف هيعمل ايه. 21 بيعدي، ارسال سهل المره دي خارج الملعب، حتى الارسال خارج الملعب. 25-21 بينتهي الشوط الاول لصالح النادي الاهلي في نهائي قوي ومثير ما بين النادي الاهلي المصري ومولودية ابو سالم التونسي. صمت داخل الملعب طبعا علشان كله بيتكلم وبيحاول ان هو يشوف. شايفين الجهاز الفني للنادي الاهلي بيتكلموا مع بعض من خلال الاحصائيات والنتائج الموجودة والدورانات واللفات ونقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة سواء في السايد اوت او في الترانزيشن اللي موجودة داخل الملعب. وايضا مولودية ابو سالم بيحاولوا ان هم يشوفوا هيثبتوا التشكيل ولا هيبقى في تغيير للتشكيل. غير الاثنين معدين المدير الفني التونسي انور توريجي، ولعب بنبيل عزوزي، وكان قبليه بادئ بكابتن الفرقه شكري العرفاوي، ولكن الامور ما كانتش بشكل جيد. توجيهات طبعا فرناندو مونزو مع لعيبته قدامنا، بيحاول يكلم طبعا عبد الله هو مفتاح اللعب، واللعيبة تنفذ بشكل جيد. وأيضا الجهاز الفني محمد السيد ومحمد الحسيني بيعدوا المدير الفني بالبيانات والمعلومات الفورية داخل الشوط. النسب والإحصائيات، مراكز القوة، الدورانات، قدامنا مثبت تشكيل الشوط الأول. وأيضا في الجانب الآخر بادي بنفس التشكيل اللي انتهى بيه الشوط الأول مولودية ابو سالم.
بدايه الشوط الثاني من عمر اللقاء ونهائي بطوله افريقيا، وعلى الارسال نبيل عزوزي المعد الثاني لفريق مولودية بوسالم مكان شكري العرفاوي اللي ابتدى الشوط الاول. ونبيل على الارسال، وارسال وجارسيا بيستقبل، وكوره احمد صلاح بيحطها في ايد حوائط الصد، وواحد المولودية لا شيء الاهلي. وزي ما اتفقنا ارسالات المولودية مش قويه، ولكن موجهه كره قويه وكره اقوى واجمل من اللاعب عصران، بيشوطها بقوه اهي، مشدوده سريعه من عبد الله، بيشوطها بقوه ما تطلعش تفنس، بيعدل بيها النتيجه 1-1. وارسال واستقبال، وكره تانيه بتتشاط وتفنس ولا اجمل من عزب، وبترجع وعصران بيحط كوره بالتريبل بلوك، ما كانش شايف الكره جايه له من ظهره، بياخد البلوك وسيف كوربي لاعب مركز ثلاثه مولوديه بوسالم. وعلى الارسال عثماني، و ارسال في الشبكه 2-2. وعلى الارسال محمد عصران، ارسال قوي وسريع قدامنا اهو، لعب ارسال قوي وكره بترجع وبتعدي بسهوله، ومعمر كعيوب حسب الكره شبكه على النادي الاهلي، 3 مولوديه بوسالم 2 الاهلي. واستقبال وسريعه قويه جدا من عبد الرحمن سعودي، وده اللي احنا عايزينه يعني يحصل، الاستقبال يوصل ونلعب من قلب الملعب بشكل سريع عشان نقدر نخلخل بلوكات مولوديه بوسالم. وعبد الرحمن سعودي على الارسال، ارسال سريع وكرة بتيجي وبتترفع سريعة وبترجع تاني، وتاني كرة ومن احمد صلاح وحمادة عثمان وحائط صد قوي، عدها مرتين عثماني، ولكن حوائط الصد مقفلة بشكل جيد جدا، بتيجي في ايد بالكحلة، ونقطة 4 الاهلي 3 المولوديه. تاني عبد الرحمن سعودي، وارساله سريع وكره تانيه وسيميون وحائط صد من حماده، وبيرجع تاني وتاني سيميون، ولكن في حائط الصد عزب وخارج الملعب، من فوق بيشوط بقوة في ايدين اللاعبين وخارج الملعب، 4-4. وسيميون وارسال اول مرة يعدي ارسال في شوطين، واستقبال ولا اجمل من عصران، وكرة من حمادة عثمان سريعة قوية بتشط من فوق حوائط الصد جنب ايديهم اهو اهو، بعيد حمادة بعيد، لو شغلنا نص الملعب مولودية بوسالم مش هيعرفوا يعملوا حاجة. احمد صلاح وارسال واستقبال وكره سريعه وتفنس ولا اجمل من عصران، وكره تانيه من عزب قويه، المره دي بيشوطها عزب كره قويه من جنب ايد نبيل عزوزي وداخل الملعب، ملهاش ديفنس، وطبعا بالكحله بيقول لهم ان حوائط الصد مفتوحه مش عارف يقف فين في الديفنس. احمد صلاح كره قويه وسريعه وخارج الملعب.
عثماني على الإرسال، إرسال استقبال وكرة وصلاح ودفنس من سيميون، وكرة تانية بترجع لسيميون، ولكن الكور الأوت أوف سيستم اللي جاية مش منظمة، ما بيعرفش يشوطها سيميون بشكل جيد، واضح عليه الكور دي. دي تاني كرة يحطها، عمل كرة في الشوط الأول ودي تاني كرة بيشوطها في الشبكة ما بيعرفش يحطها في الملعب. أحمد عزب إرسال قوي واستقبال وكرة تانية وبتتحط بالكحلة وتفنس، ولا أجمل من عبد الله وحمادة، وبتيجي سهلة وبتترفع وبتتحط. عصران بيحط كورة بدل ما يرفعها لعبد الله عبد السلام في اتنين، حطها له الناحية التانية أهو، ما يعملش فيها حاجة بالكحلة غير لقاها في إيده حطها في الملعب. ستة المولدية، سبعة الأهلي. جارسيا واستقبال رائع، والمرة دي وعصران بيشوط في حوائط الصدر ونقطة مباشرة، سبعة سبعة. سبعة وتشجيع، والاهلي لازم كل لعيبته تصحى، اللعيبه موجوده وجاهزه، وكره ثانيه وبترجع وبتعدي سهله وبيستقبلها ثاني، وكره سريعه وحائط صد من عصران وبتطلع سيميون، وحائط صد قوي من عصران وحمادة عثمان، عملها يعني فيها فنت كده نبيل عزوزي، ولكن عصران وحمادة عثمان مقفلين الشبكة بشكل رائع. تمانية الأهلي، سبعة مولودية أبو سالم. بشكل ممتاز.
بيحط ارسال الاولاني رزق والتاني مسقطه قدام سامي الحمزاوي، وتايم اوت طبعا بيجريه المدير الفني لمولوديه ابو سالم علشان النتيجه 12-8. وتوجيهات وتعليمات من فرناندو مونزو، والناحيه الثانيه طبعا انور ترجي بيتكلم مع فريقه. النادي الاهلي 8 مولوديه ابو سالم، وفتح باب الارسالات هو الاساس في كوره طلعت مهمه جدا من كوره تاني عبد الله عبد السلام، وارسال قوي، والمره دي سيميون بيحط الكوره في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. واستقبال وبيشوط كرة قوية عبد الرحمن الحسيني من مركز 2، سريعة وقوية ما يقدرش يعمل لها حاجة وصيف كوربي بعيد عن ايده. عبد الرحمن الحسيني واستقبال وكرة تانية سريعة وبتتسقط، وعبد الله وكرة قوية بيرفعها عبد الرحمن الحسيني لأحمد عزب، وفي طبعا استحسان من كل اللي موجودين داخل الصالة على الكرة اللي فاتت دي 14-9. أي كرة كونتر أتاك بتتعمل بشكل جيد او بتبقى في الترانزيشن هو المكسب بتاعنا الهجوم المضاد. كرة تانية وارسال قوي ولكن في الشبكة. عبد الرحمن الحسيني ارسالاته مميزة جدا، شفنا طبعا الكلام ده في الادوار والمجموعات الاولى والنهائيات. 10 مولوديه ابو سالم 14 النادي الاهلي. ارسال جارسيا وكوره سريعه وبتتشط بقوه من اللاعب احمد عزب في ايد سيميون وبتخرج بره الملعب حوائط صد، طبعا مش مقفله الملعب بشكل قوي، وعبد الله بيمشي كوره سريعه على الاطراف. عبد الرحمن سعودي ارسال وكوره واستقبال وتاني كوره لصلاح قويه وسريعه وتفنس المره دي وسيميون، ولكن حائط صد احمد عزب وحماده عثمان مقفلين الملعب نهائيا. اهو قافلين بشكل جيد جدا. طبعا تغييرات مولوديه ابو سالم وارسال واستقبال، ونزل طبعا اللاعب شكري العرفاوي وطلع نبيل عزوزي معد الفريق بيحاول يغير في طريقه اللعب، ولكن مشكله ابو سالم استقباله في الشوط الثاني مش منظم. طبعا حائط صد في كوره وارسال ضايع من بو سالم. 17 النادي الاهلي 11 المولوديه. واحمد صلاح على الارسال ارسالات احمد شفناها في الشوط الاول في نهايه اللقاء، الشوط الأول كانت سريعة وقوية وقدامنا أهو،
وسامي حمزاوي، وكرة تانية بتتحط من اللاعب عثماني في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. مولوديه ابو سالم 17 الاهلي، وعثماني على الارسال، ارسال عثماني، جارسيا بيستقبل، واحمد صلاح المتالق بيشوط في ايد اللاعب رقم 11 بالكحله وخارج الملعب. اهو اهو حطها ما بين ايده وخارج الملعب، صعبه. بيطلع احمد صلاح وعبد الله، وبينزل حسام يوسف وسيف عابد. تغيير بيستغله مستر فرناندو بثلاث مهاجمين على الشبكة، وطبعا بيستفيد حسام من حوائط الصد. اللي هتبقى عالية سواء من سيف عابد وحمادة. قدامنا اهو ارسال قوي من عزب، وكرة تانية، وحمادة بيحط كرة جاية له كونتر اتاك سريعة قوية. ارسال عزب مفتاح لعب النادي الاهلي، الارسالات القوية برزق قوي، وبوسالم ظهر استقبالاته مش مواجبة، قوة ارسالات النادي الاهلي وتايم اوت. طبعا بيجريه بوسالم علشان يحاول يقلل، والتوجيهات واضحة لحماد عثمان ولعيبة منتصف الملعب وحوائط الصد الاطراف ان هم يمسكوا حتة ويقفلوا حته ويسيبوا حته للديفنس. حوائط صد النادي الاهلي في الشوط الثاني اعتقد ان هم افضل من الشوط الاول. وما زال احمد عزب على الارسال، وسقط كوره، وكرة متسقطة قدام ايد سامي الحمزاوي ليبرو الفريق، وما يقدرش يعمل لها حاجة، محطوطة بشكل اكتر من رائع من احمد عزب. 20-12، والفرحة طبعا واضحة على وجه المدير الفني الاسباني منذ احمد عزب، وارسال قوي واستقبال، الكره بتترفع، وسيميون بيشوط الكره في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. محمد خليل لاعب سنتر بلوك ومركز ثلاثه، مولوديه ابو سالم، وارسال واستقبال، وكوره سريعه قويه مباغته من حماده عثمان، شايطها قدامنا اهو من نص التلت في نص الملعب، ما يقدرش يعمل لها حاجه سيميون من جنب ايد حوائط النقطه عاليه كمان. مميز 21-13، حماده عثمان واستقبال، وكوره بتتحط في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. ما بقاش فيه سريع خلاص بيتلعب في مولوديه ابو سالم بسبب استقبالاتهم اللي نسبتها ابتدت تبقى ضعيفه في الشوط الثاني. ارسال واستقبال وكوره، وسيف عابد بيشوط كوره قويه من مركز اثنين بيحطها بشكل رائع. اهو من فوق ايدين حوائط الصد
من مركز اثنين في مركز واحد. يوسف عابد على الارسال، ارسال سيف مميز، لعب ارسال قوي ولكن خارج الملعب. خمستاشر مولودية ابو سالم، 22 الاهلي، ارسال واستقبال ويعني كرة كده من الكوبي يوندر جارسيا بيشيلها، يعتبر بيحسبها معمر الكعيوبي اهو، كرة تانية وحسام يوسف بيحط كرة كده دنك من فوق بلغة كرة السلة اهو، عملها بايدين الاثنين وشكلها جميل، ما يعني بعيد عن ايد وصيف كوربي. والتغييره نفسها، بينزل عبد الله عبد السلام وبيطلع سيف عابد، وبينزل احمد صلاح وبيطلع حسام يوسف، عملوا فارق طبعا وشكل. والارسال مع عبد الرحمن الحسيني، ارسال قوي وسريع ولكن خارج الملعب. وصيف كوربي على الارسال، تغيير بينزل اللاعب رقم 9 امير عبد العزيز وبيطلع، وطبعا امير عبد العزيز لاعب مركز 4 وبيطلع عثماني مكانه اهو امير. ارسال واستقبال من عزب، وكره سريعه قويه من مركز 6 من عبد الرحمن الحسيني وبترجع تاني، والمره دي اهو صلاح بيشوط كره قويه في ايد حوائط الصد امير واللاعب وصيف وخارج الملعب. 24 النادي الاهلي، 17 مولودية ابو سالم. بيطلع تاني نفس التغيير، بيطلع امير عبد العزيز وبينزل مكانه عثماني في مولودية ابو سالم. والارسال مع عبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3 في النادي الاهلي، ارساله دايما بيبقى مميز، سريع وكوره بتتقاول وبيشوطها سيميوني من منتصف الشبكه كده خارج الملعب، ينهي الشوط الثاني 25-17. تشجيع وحب للنادي الاهلي وصفوفه اهو قدامنا الكل، وفي طبعا تحية من اللاعبين. شوط تاني بأداء مميز ظهر فيه لاعبتنا داخل صفوف النادي الأهلي بصراحة، بكل
ارسال قوي واستقبال، وكره بتتشاط من اللاعب سيميون كوسيري وبتتحط بقوه من جنب ايد حواط الصد بعيده عن عبد الرحمن في الديفنس وعبد الرحمن الحسيني، واستقبال جيد واحمد صلاح، وبيساعد كوره قويه وجميله من جنب ايد حواط الصد بنقطه بعد ما شفنا اسامه الزوابي اهو قدامنا في تغييره اجراها انور ترجي، واحد الاهلي واحد مولوديه ابو سالم. عبد الرحمن سعودي وارسال واستقبال وكره قويه بيشوطها اللاعب وصيف قربي من مركز ثلاثه جنب ايد حواط الصد اللاعب حماده عثمان، واضحه جدا مش مقفل ايده. اتنين مولوديه ابو سالم واحد الاهلي المصري، وعلى الارسال اسامه الزوابي واحمد صلاح، وكره تانيه وكره من اللاعب سيميون، واحمد صلاح بيشوط كره قويه خارج الملعب. اسامه الزوابي على الارسال، استقبال من جارسيا وكره سريعه ودفنس وبترجع تاني وقدامنا اهو بتعدي بتتشاط من اللاعب. أربعة مولدية واحد الأهلي، كرة تانية والمرة دي بيحطها أحمد عزب في إيد حواط الصد وخارج الملعب، ومعمر الكعيوب بيقول الكرة أوت سايد ومحدش يتكلم أهو. عملها في اللاعب سيميون الكيني المحترف اللي قدامنا اهو. اتنين الاهلي اربعه مولوديه ابو سالم، واحمد صلاح وارسال قوي خارج الملعب. خمسه مولوديه ابو سالم اتنين النادي الاهلي. وعلى الارسال وصيف كوربي واستقبال وكرة وبتتشاط بقوة من أحمد عزب من مركز أربعة أهو، حطيتها بشكل رائع. وصيف طبعا بعيدة عن إيده خالص في الديفنس. عزب على الارسال، ارسال قوي من عزب بيسقط كوره وبترجع وسريعه ودفنس من عزب وبترجع تاني، واحمد صلاح بيعدي الكوره وكوره تانيه وبترجع من عثماني، والمره دي بقى عبد الرحمن الحسيني بيشوط كوره قويه جدا اهو، كوره قويه بتتحط في مركز واحد. عزب على الارسال، ارسال قوي واستقبال من سامي، وكره جايه سهله وسيميون بيشوط كوره، ولكن عزب بيستقبل كوره ولا اجمل وبترجع من عبد الرحمن الحسيني بيحطها في الملعب. خمسه خمسه. مسقطها بشكل رائع. في تايم اوت وفي كده عدم تنسيق ما بين الحكم الثاني والحكم الاول، شايفين طبعا
الشخصية وأحمد عزب إرسال قوي ولكن في الشبكة. بيرجع سيميون قدامنا طبعا 6 المولودية 5 الأهلي يلعب ارسال قوي واستقبال الكره بتتسقط ومش مغطي سيميون ورا حوائط الصد بيسقط كوره عبد الرحمن الحسيني كده بفكر قوي ويعني مفيش ديفنس من سيميون. حمادة عثمان ارسال واستقبال وكره سريعه قويه بيشوطها اللاعب محمد خليل من مركز 3 من جنب ايد عبد الرحمن سعودي. 7 المولودية 6 الاهلي. مازال الارسال واستقبال من يوندر جارسيا وكرة بقى المرة دي قوية وسريعة ومباغتة من عبد الرحمن الحسيني من جنب ايد اللاعب شكري الارفاوي بقوه. بيطلع احمد صلاح في تغييره وبينزل مكانه اللاعب سيف عابد وعبد الله عبد السلام وارسال قوي وكره سريعه بيشوطها محمد خليل ولكن بلوك ولا اجمل ولا اروع من عبد الرحمن سعودي اهو مقفل الملعب وتايم اوت بيجريه المدير الفني لمولودية ابو سالم بعد حائط صد قوي مش عايز يخلي الفارق يزيد وتوجيهات من فرناندو مونزو المدير الفني الاسباني مع اللعيبه في حوائط الصد وزوايا الضرب. انتهاء التايم اوت الاول اللي طلبه مولودية ابو سالم. 8 نادي الاهلي 7 المولودية. طبعا تايم اوت بدري ولكن مش عايز الفارق وعايز يقلل ارسال عبد الله دايما بيبقى مؤثر اهو ارسال قوي وكوره وسيميون ولكن في حائط الصد وخارج الملعب. ثمانية ثمانية ومحمد خليل على الارسال ارسال واستقبال من واندر والمرة دي بقى عبد الرحمن سعودي بيشوط كرة قوية جدا من جنب ايد اللاعب اهو وصيف بقوة وصيف كوربي بيشوطها منه بقوة. 9 الاهلي 8 المولودية عبد الرحمن الحسيني وارسال قوي والمرة دي اللاعب اسامة الزوابي بيشوط كورة قوية جدا من مركز 4 خارج الملعب. 10 الاهلي 8 مولودية ابو سالم. عبد الرحمن الحسيني وارسال تاني قوي وكرة بتتسقط وعبد الله عبد السلام بيجيبها والمرة دي أحمد عزب بيشوط الكورة بقوة خارج الملعب. 4 كورة متبلسة سريعة اللاعب العرفاوي ولكن عبد الله بيجيبها بتفنس. تاني كورة بتتشاط المرة دي من عزب في ايد اللاعب سيميون وخارج الملعب. ايده على بره عاملها بذكاء شديد
11 الاهلي 9 مولوديه. عبد الرحمن سعودي وارساله وكره ثانيه بتتشط بقوه وسيف بيجمعها والمره دي بتتشاط قويه جدا من احمد عزب، ولكن في تاتش اهو جاي في الاخر. شايفين حطتها من نقطه عاليه قوي وبتيجي في ايد عثماني اللي خارج الملعب. 12 الاهلي 9 مولوديه بوسالم. وعبد الرحمن سعودي وارسال المعتاد القوي السريع وكره ثانيه، والمره دي سيميون بيشوط كره قويه جدا في ايد حائط الصد سيف عابد وحماده عثمان اللي مقفل كويس قوي سيف بشكل اكتر من رائع. برافو 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 سيف عابد. تايم اوت بيجرين مدير الفني لمولوديه ابو سالم. 13 الاهلي 9 المولوديه ابو سالم. توجيهات وتعليمات للعيبه من خلال فرناندو مونزو ومحمد السيد ومحمد الحسيني، جهاز فني يعني مركز كويس في التعليمات والتوجيهات، وبرضو اللعيبة بتنفذ كل التعليمات اللي بتطلب منها بشكل جيد. عبد الرحمن سعودي ارسال فلوتر بيلعبه سريع. شفنا في الشوط الاول والشوط الثاني فرق ليهم بارسالاته دي خارج الملعب. اسامه الزوابي على الارسال. عشرة المولوديه ابو سالم 13 النادي الاهلي. كل طبعا مبسوط وارسال في الشبكه، يعني عنوان مباراة مولودية ابو سالم ارسالاتها كتير، بيفقد ارسالات كتير في الشهر، ده ما كانش موجود في الادوار اللي قبل كده. تابعنا وشفنا كان بيلعب ارسالات جوه الملعب. يوسف عابد وارسال قوي واستقبال وكرة جاية وبتتشاط بقوة من عثماني، كرة اوت اوف سيستم حطها. وشايفين البلوكات طبعا سايباه، ولكن هو المرة دي حطها في الملعب بشكل جيد. 11 المولودية وكرة سريعة بترجع تاني، المرة دي بتتبلس كده بشكل قوي، و عزب بيشوط كرة في مركز خمسة وكرة تانية بتتحط من عثماني. وعزب المرة دي عزب بعد عن ايد سيميون وحطها في ايد اللاعب محمد خليل سنتر بلوك نادي مولودية ابو سالم. اخر كورتين كان حاططهم في ايد سيميون، والمرة دي لمح السنتر بلوك او لاعب مركز ثلاثة مش ضامم، راح حاطط الكورة بشكل جيد. احمد عزب قدامنا، ارسال واستقبال وكورة سريعة ومحمد خليل، ولكن شايفين سيف بيجيب الكورة منين؟ وعبد الرحمن الحسيني المتألق بيشوط كورة تانية بشكل جميل جدا اهو من فوق في ايد حواط الصد وخارج الملعب، بيعدل النتيجة وكله مبسوط وكله بيشجع وكله عايز يفرح. خلاص 16 الاهلي 11 المولودية. وعزب على الارسال وارسال قوي
واستقبال وكرة جاية وحوائط صد، ولكن هو بيعرف يشوط الكرة دي كويس. سيد حوائط الصد بيلعب على التاتش من الشوط الأول. تغيير بيجري طبعا، بوسالم وسيميون وارسال قوي وخارج الملعب. نبيل عزوزي طبعا نزل مكان شكري العرفاوي، لاعب مميز نبيل. ارسال واستقبال وكورة عايز يعديها، ولكن ما تتعملش في الوقت ده خالص. 18 الاهلي 12 المولودية. اول كورة ليه عايز يعديها حمادة عثمان، وارسال واستقبال وكورة قوية. وزي ما اتكلمنا وقلنا بيلعب دايما على التاتش، عثماني حطها في ايد، بيستني لعيب سنتر بلوك سواء حماده او عبد الرحمن عمال ما يضمه، يكون هو حاططها في ايده اليمين سريعه تاتش. ارسال ويندر بيستقبل وكوره من عبد الرحمن وبترجع تاني، وشايفين الديفنس جميل من سيف. وكوره تانيه بتتحط بقوه من اسامه وبترجع تاني، وتاني بليس مش عارفين الموضوع فيه بصراحه. ده بيشوط، ده هو اللي بيشوط خلاص. نبيل عزوزي نازل معد فريق مولوديه بوسالم، هو اللي بيضرب، وتالت كوره بيعملها بنفس الطريقه. First time out by الاهلي. وطبعا اول وقت او تايم اوت بيجريه المدير الفني للنادي الاهلي. 18 الاهلي 14 مولوديه بوسالم. قدامنا كور سريعه وماشيه وبتتضرب من نقط عاليه. اعتقد اللي هيبتدي يتلعب على بوسالم النقط الجاية دي كور سريعة و هيبقى ليه عزب والحسيني دور مهم جدا في اخر الشوط. وارسال واستقبال وكوره سريعه وبتتسقط، وعبد الرحمن الحسيني كوره بيسقطها من فوق ايدين حوائط الصد اهو. وزي ما اتفقنا سيميون لو اتحطت 30 كوره فيه بنفس الطريقه مش هيجيبها. ارسال خارج الملعب في الشبكه ضايع. 15 مولوديه بوسالم 19. وتركيز طبعا في نهايه الشوط الثالث. محمد خليل واستقبال وكره سريعه، وعبد الرحمن الحسيني حط كره جميله جدا من مركز اتنين. في مركز اتنين اهو، وطبعا مفيش ديفنس ولا حائط الصد مش موجود. 20 الاهلي 15 مولوديه بوسالم. عبد الرحمن الحسيني ارسال قوي وكره تانيه وبتتسقط، والمره دي عزب وبيحط كره جميله جدا سقطها اللاعب سيف عابد
من جنب ايد حواطي الصد بشكل رائع. اهو ما يتعمل لهاش حاجة. وعبد الرحمن الحسيني وارسال في الشبكة. وطبعا كله بيتكلم ملوك الطايرة في مصر. واللقب ان شاء الله 16 على الابواب، 21 الاهلي، 16 مولودية واستقبال، والمرة دي سيف المتعلق بيشوط كرة جميلة جدا من مركز 2 في مركز 6 من فوق ايدين حوائط الصد. اهو عبد الله بيديها له وقال له يلا، بيخلصها بقوة. ثلاث نقاط على انتهاء الشوط الثالث والمباراة. وعبد الرحمن سعودي وكرة قوية وحائط صد، ولكن الكرة بتخرج منه بره الملعب. أسامة الزوابي على الإرسال، إرسال أسامة واستقبال، وكرة تانية بتشاط بقوة من سيف عابد، بيشوطها بقوة بيعدل النتيجة 23 الأهلي 17 مولودية أبو سالم. كلمة السر عبد الله عبد السلام، مدي ومشغل الملعب بشكل ممتاز جدا في كل الأوقات. سيف عابد إرسال قوي واستقبال وسيميون وحائط صد، ولا أجمل ولا أروع من حمادة عثمان، رايح في وقت مهم وعزب مقفل له الخط تماما. أهو عزب هو مفتاح البلوك اللي بيقفل ومش فاتح، وعارف هو بيعمل ايه. عزب بلوك مميز جدا من مركز 4. 24 الاهلي 17 المولودية، ونقطة تفصلنا عن اللقاء. ارسال قوي سيف عابد في الشبكة. تغيير بيطلع طبعا اللاعب، بينزل اللاعب امير عبد العزيز، وبيطلع اللاعب عثماني. امير طويل شويه ممكن بلوكه احسن، ولكن ارسال مع وصيف كوربي. هنشوف النقطه دي مهمه، وبالمباراه وبالبطوله وبالتتويج، وان شاء الله ارسال واستقبال وعبد الله وكرة قوية وبترجع تاني وبتتشاط وحائط صد قوي لينهي الشوط الثالث والمباراة. 25-18 في فرحة عارمة، وانتهت البطولة واقتنص المارد الأحمر اللقب الستاشر على صالة الملك عبد الله الفيصل في أجواء ومنافسات يسودها الإصرار والتحدي من نجوم النادي الأهلي. ألف مبروك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك أعضاء مجلس الإدارة، ألف مبروك لكل محبي الكرة الطائرة داخل النادي الأهلي في وجود وحضور السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة، السيد مجيد رئيس الاتحاد التونسي الجديد للكرة الطائرة، وكل محبي الكرة الطائرة. شكرا للنشاط الرياضي داخل النادي الاهلي، شكرا للجهاز الفني، وشكرا للاعبين النادي الاهلي اللي قدروا وان هم يحققوا فوز
مهم باللقب الستاشر والبطولة الخمسة واربعين للكرة الطائرة للأبطال للرجال، فرحة عارمة ونتيجة ومجهود موسم بحاله ما بين جهاز ولعيبة، وهو شايفين بقى الوفاء والعرفان بالجميل لكل الجماهير، الجماهير المحبي الكرة الطائرة والعاب الصلاة كلهم رايحين أول حاجة يعملوها يحيي الجمهور. وبكده النادي الأهلي بيضمن المشاركة ببطولة العالم للأندية بعد التتويج باللقب الإفريقي لرجال الطائرة. افريقيا طبعا الف مبروك لابطال افريقيا، الف مبروك لكل محبي الكره الطائره والعاب الصالات، الف مبروك لنجومنا كلهم، الف مبروك لكابتن الفرقه عبد الله عبد السلام، الف مبروك لاحمد صلاح، ليوسف الصافي، الف مبروك لعبد الحليم فهيم، الف مبروك لحماده عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن الحسيني ومحمد عصران، الف مبروك حسام يوسف وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن، والف مبروك لعزب وجارسيا اللي قدروا يعملوا نتيجه بشكل جيد في بطوله بدون ولا شوط، قدروا ان هم يفوزوا 3-0 في كل اللقاءات بدون تهاون. واضح مجهود الجهاز الفني الممثل في الاسباني فرناندو مونزو المدير الفني، واضح قدامنا حب شديد من اللعيبه الى محمد السيد المدرب العام ومحمد الحسيني مدرب الفريق وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق واسامه وشادي وإيهاب فخر الدين واسلام موسى واسامه طعيمه ومحمد شهير وشريف صلاح وكل الجهاز، جهاز النادي الاهلي فعلا مجهود واضح. ما كانش يتوج النادي الاهلي بطلا لافريقيا الا بمجهود شديد وتحديد للمهام في بعض الاوقات. كلنا في قمه سعادتنا، كلنا مبسوطين زي ما جمهورنا مبسوط بالفوز الغالي، كلنا شايفين بطولة غالية بيحصدها شباب النادي الأهلي، فريق مكون من عناصر خبرة كبيرة جدا ممثلة في عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وحمادة عثمان وحسام يوسف. وبكده مشاهدينا بشكركم، والميكروفون مع الزميل والكابتن هيثم السعيد، وكل الشكر لضيوف الكابتن احمد زكريا والكابتن محمد صلاح والكابتن محمود رؤوف ومحمد كتاب. شكرا والى اللقاء.